فما احلى راديو احلى مستمعين. اهلا وسهلا مرحبا بكم، تحياتنا لكم. قديش الوقت معكم قصير بربي، كيردوها 5 سوايع مش 3 سوايع. ديجا احنا في الساعه غير بعد الاخرانيه، معناها فريمون الوقت تعدى هكا في ساعه في ساعه. ان شاء الله انتم المستمعين يكون عندكم نفس الاحساس. قبل ما نتعداو البشرة قالت مش دلني، قالت العلم لله تنشوف دلني ولا لا. نتعداو المروه ملائكي مروه مع البارح واليوم، بين البارح واليوم، بين البارح واليوم. يلا مروه. نحب نقول للي اللي بعد 20 حلقة إحصائيا في فقرة بين البارح واليوم، جل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا اتفقوا على إجابة واحدة اللي هي أكثر حاجة تمنيه لو ترجع من أيام الزمان وأيام الزمن الجميل، هي اللمة وصيلة الرحم وقت اللي كان رمضان والأعياد والمناسبات عندهم ريحة فواحة. تمنيه لو ترجع البساطة وقهوة العشية الفايحة بالعطر شية والكانون اللي عجعج، توحشوا الأجواء هذه اللي سيطرت عليها التكنولوجيا كما يقولوا، وليت الناس تعايد على بعضها بالتليفون وعلى شبكة التواصل الاجتماعي. بالحق كان ما شاء الله أنا أكثر من 63 ضيفة في العشرين حلقة اللي تعديوا، كلهم نفس الإجابة، معناها كلهم مفتقرين للمة للجو التونسي بعد الكورونا. إن شاء الله ترجع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله، حتى مش كورونا راهو التكنولوجيا هي اللي سيطرت، وبعد تلعبت شوية على بعضها ولي تلعبت معاش فما تواصل هكا. أنا مازلت محافظة على التواصل، ما تتأسفش هذا بالحسين خطرني أنا موجود أنا بحبيك ونطل عليك نطل عليك كل دقيقة مساج. مرحبا لي يعطيك الصحة مروة، مثل عندك شنو تقول لنا؟ يستنيونا كما قلت لهم قبليك في فقرة لحظة صدق اللي باش نعملها مع مدام ليليا بإذن الله. وعليا إن شاء الله. ونحب نفكر زيادة عندي تراك. والله عندي تراك والله. لا لا لي لابس تسيسني معناها. لا نسيسك نسيسك بإذن الله، مش نكون صعيبة شوية معاك كما أنت. أيوا نحب نفكر زيادة في التشنشينة اللي تقول على طفل شهلول يسكن في عالي الجوارح يبكي على كل مع كل مهموم ويضحك مع كل فرح. على طفل شهلول يسكن في عالي جوارح يبكي مع كل مهموم ويضحك مع كل فرح. صناعة ولا خليقة؟ خليقة. خليقة ربي. خليقة ربي. فينا نحنا. ما نزيدش أكثر. لا عايشك عايشك. ما تصعبش معي الحلقة الأخرى. فينا أحنا. فينا أحنا. ما سيئة عاد قلت هنا. ورحمة أمي عرفت. إيه ظاهرة توا. أنا ما نطلع حتى واحدة. حتى أنا عرفت. أنا عرفت. أنت عرفت. قول. ولا خليهم بعض. قول كيما. ما فسدلكش برنامجك خليهم بعض. توا أنت عديو البشرة قالت باش دلني بسمعني غنية مزيان. يلا بشرة. أنت قلت لي قبيلة في الكواليس نحب مية اللي غزايل. أوه هي نحبها. أما باش تميل. ميل يا غزيل ويا غزيل ميل، ميل يا غزيل يا غزيل. زدنا شوية في الوحدة مش نسمع. ميل لك ميل مودي. لا فقط هذه هي ظروف المباشر. وميل يا غزيل ويا غزيل ميل، وميل يا غزيل ويا غزيل ميل. ميل لك ميولي، ايل لك ايولي، ميل لك ميولي، ايل لك ايولي. لست فنجان قهوه يا غزيل، آه يا غزيل يا غزيل. مونيتي وطماش موني الحديد الغيطة من دوس رجلي عالعين. مونيتي وطماش موني الحديد الغيطة من دوس رجلي. يلا
مره اخرى يلا. وعلى عالم ونيتنا والماش منية وزر الحديد القطع ومن دوس رجلية. وعلى عالم ونيتنا والماش منية وزر الحديد القطع ومن دوس رجلية. هلا صبوها القهوة وزيدوها الهيل واسقوها للنشمة عطور الخيل. بالله صبوها القهوة وزيدوها الهيل واسقوها للنشمة عطور الخيل. صبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشمة يوم الله. صبوها القهوة واسقوها للنشمة. نلاقيها ونحييها ولك يلي تعاديها يا ولك وين. والنشامة نلاقيها ونحييها ولك يلي تعاديها يا ولك وين. صبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامة يوم الله. صبوها القهوة وزيدوها الهيل واسقوها للنشامة. نشامة نلاقيها ونحييها ولك يلي تعاديها يا ويلك وين. يا وقهوتنا للأجواد أو للبادي واللي ناره وقادي بظلام الليل. بالله صبوها القهوة وزيدوها الهيل واسقوها للنشامة عطور الخيل. بالله صبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامة عطور الخيل. بالله صبوها القهوة وزيدوها الهيل واسقوها للنشامة عطور الخيل. بالله صبوها القهوة وزيدوها الهيل واسقوها للنشامة عطور الخيل. برافو 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 الله عليك. برافو ما شاء الله ما شاء الله ما عليك. سات با بيان لو ستيل هذايا الجو لو ستيل دو شانسون كي لو با تري بيان. قالت علاش انا نقول نسي بلادي نسي ونص. ما شاء الله تخدم في الشارع تخدم في الدار طيب تمسح تسيق تربي الاولاد تعاني الراجل تصعب لها معاه سورتو تعوج عليه ساعه تعمل كل شيء وتغني وتشطح وانت تحطها تتحط هذيك. علاش زغرت لي باللي هي مروه زغرت لي نحب تزغريتها هي غلبه على المراه على تعمل الدنيا كل. ما شاء الله عليك يا بشرى انت وحريري ما شاء الله عليك ربي يحفظك بالحق نورتني على الاخر على الاخر يا بشرى. فما شكون وعدني بحاجه انا نحبها برشا انا كنت نقولها غني لي مقطع من ام كلثوم فوق علينا من الرومانسيه في طاحتها في نهار اليوم خلينا ناخذ الامور على ليجير. شنو قلت لي باش تهدي لي رحمه تعلق قلبي نحفظ نحبها الله 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 على تقلع تعلق قلبي بي. يلا من الناس تعلق قلبي بي قبل ما انه ديجا الوقت يجري معكم على الاخر في ساعة والله في ساعة يلا رحمة تعلق قلبي بيك لك انا عربيتك تنعم بالديباج والحن والحولة تنعم بالديباج والحن والحولة تنعم بالديباج والحن والحولة. لها مقلة لو انها نظرت بها الى رهيب قد صار لله وابتهج الى رهيب قد صار لله وابتهج. لاصبح مفتونا معنى بحبها لاصبح مفتونا معنى بحبها كان لم يصم الله يا
يوما ولم يوصل ولي ولها في الله قول وسمعة ولي ولها في كل ناحية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا عراقية الأطراف رومية الكفل تهامية الأبدان عبسية اللمام خزاعية الأسنان درية القبل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل ولعبتها الشطرنج خيلي ترادفا ولعبتها الشطرنج خيلي ترادفا ورخي عليها دار بالشهيق العجل وقد كان لعبي كل دست بقبلة أقبل وجه الكل هلال إذا أطل فقبلتها تسعا وتسعين قبلة وواحدة أخرى كنت على عجل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تبارك الله عليك محليك 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 ومحلى صوتك ومحليها ليستواغ بكلها والسطرات اون في ليستواغ معناتها جاب ربي مزروب هذوما الاغنيات اللي تعيشهم 99 و 99 وحده زايده لا حقها كملت 100 بالراحه اكثر والله هي برشا مازلت معنا مروه ملائكي اين انت يا صديقتي ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا ان شاء الله تكونوا عديتوا معنا وقت حلو وقت مزيان الوقت يجري معاكم بطريقه غير عادية باش نتعديو بعد شوية هكا طريف نمشي ولحظة صدق بعد الوقت بالحق شنو رايك هلا في ساعة ولا ليه في ساعة في ساعة خطرة حلوة برشا وخفيفة وشتيح وغنية وشتيح وغنية رحمة شنو رايك هب والله محليهم ما شاء الله حتى انت محليكم كلكم محلينا الكلنا محلينا محلينا احلى لمت تعديو لحظة صدق اي وقت ولي لحظة زينو عاد تعديو لحظة صدق وبكل صدق لحظة صدق لحظة صدق مع مروة ملائكي مرحبا مروة عايشك ليلي وبيك أكثر مدام ليليا الناس يحبوك برشا وفي مسألة العديد من الأسئلة لضيوفنا في فقرة لحظة صدق أنا قررت باش نعمل نفس الحاجة ونسألك أنت أسئلة باش محبينك ومستمعينك يعرفوك أكثر ويكتشفوا شخصية مدام ليليا أكثر لما حالة يا اخي لي زانفيتي يحسوا اللي نحس فيه هنا توا زعما باش نعاونوك باش تعرف احنا اش حاسين حتينا توا لي مش حلو اللي عملته كل العباد نفس الاحساس هاكا نفس الاحساس دونك المره الجايه لازم نكون سوبر اكثر صراحه خاطر مش حلو الوضع اللي انا فيه حاليا يوم ليك ويوم عليك ريتا لذلك المستمعين بتاعنا باش يكتشفوا شخصية مدام ليليا أكثر لما حالة نتصور بعد 10-9 سنين كما قلت في غاديو إيفام أكيد جدا نروا لي يعرفوك حتى من صوتك من شكلك من وجهك من كل شيء لذلك باش نبدأ بالسؤال الأول شكون الفنان المفضل عندك؟ قدام ولا جدد؟ المفضل هو واحد بركة كذا مساهر علاش شنو اللي خليه يكون عند مدام ليليا مفضل اللي نعرف صعيب معناها اختيارك كل تواضع معناها احسن وصفي يعرف يوصفني الوحيد يوصل مواصفاتي هكا القلب ديركت الوحيد
باهي ملا لذلك انت باش نورمالمون عرفت شنو هي الاجابه نتاع السؤال رقم ثلاثه اللي هو شكون الشاعر المحبذ المدام ليليا نزار قباني. نزار قباني نحبه في صوت كاظم الساهر، خاطر نعرفوا كاظم الساهر عنده ما شاء الله اكثر من 99 طبقه، دونك يوصل المعلومه بطريقه مزيانه وعنده حضور على الركح رهيب، سبوغ سا يشدني. اما الشاعر المفضل اللي هو نجم يكون اللي نحبه على الاخر على الاخر، عندي برشا لمحاله، اما نقولوا احنا احمد شوقي. امير الشعراء. امير الشعراء. امير الشعراء. قريت له برشا ونحبه برشا. باهي ملا اعطيني اسم راجل في التاريخ بالنسبه ليك خالد لا يموت وعلاش؟ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يجي اسمه هو اللي افتتح القدس بعد الرسول ب 100 سنه، فكرني فيه صالح الدين الايوبي، قريت له قصه حياته بليزيوغ فوا على برشا كتاب، وخذيت الملخص اللي انا نحبه لواحد الاخرين. يظهر لي اعظم شخصيه تاريخيه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذاك. ما قلتليش علاش؟ خاطر شخصيته قويه برشا وعرف ودخل القدس بعد ما دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم ب 100 سنه بالضبط، ليلة 27 رجب تعاود تكررت الحكايه، وكي جاو مخرجين الامراء والكل من الكنيسه كانت الاميره خارجه بليله على الاخر، وهو عيط لواحد من القياد اللي معاه وقال لهم ارحم عزيزه قوما ظل. هذيك كانت كي تهبط كي تخرج للشارع، الشارع كامل يتسكر على خاطرها، دونك ما يلزمهاش تخرج من ميداني انا صلاح الدين الايوبي ذليله، وعطاها الموكب نتاعها وعطاها الجيش نتاعها وخرجها في الاطار نتاع الامراء بالضبط، ما هانهاش رغم اللي هو منتصر في الحرب ورغم اللي هو خرجهم ورغم اللي هو معناها حل القدس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، دونك كلمه ارحم عزيزه قوم ذل قالها صلاح الدين الايوبي الاميره من امراء القدس. به السؤال الخامس، فيلسوف تنجذب الأفكار. نحب أفلاطون برشا، عبقري يظهر لي إلى درجة التعقيد، ونحب فريد نحبه برشا خاطر وصف الناس اللي عندهم أن دون دو ديو سي لو أودولا، معناها أحسن الوصف، قال أنا نعجز ما نجمش نلقبهم بحتى شيء، مي دي جون بريسيو ربي اختارهم هكاك، سي بور سا نحبوا فلسفته يصير تعجبني. صحيح. السؤال السادس، أنا هي أحلى فترة تعديت بها مدام ليليا في حياتك؟ أحلى فترة ما ننساهاش. تنساهاش وقت اللي مشيت مونبيليي عديت كونكور في الاسترولوجي، عمري كنت تصور روحي ناخذ ديبلوم في عالم أنا ما قريتش فيه، دخلت عديت مع اللي عدي وبعد خذيت ديبلوم، أعز وقت ما كان لي حاجة ما ننساهاش. شنو هو أصعب فترة توجعت منها؟ أوه يا مروة مش حلو مش حلو يا مروه، خليتنا هكا محلينا تو نرجعوا ليزون بوزيتيف. هما زوج فترات اللي نعيش بهم، تو نعيش بهم 24/24 ومستحيل مستحيل ننساهم ثانيه حتى وانا نضحك في قمه الضحك ولا وانا نبكي ولا في حاله الكل. هو نهار اللي فقدت فيه بابا ونهار اللي فقدت فيه الرجل اللي حبني برشا، الله يرحمه، في حياتي عندي ما تعاودوش. أكثر ميزة في الراجل تعجبك؟ الوفاء. الوفاء مش الإخلاص. عرف ما فرق بين الرجل مخلص يخزر لك أنت والرجل الوفي. الوفي يكون عند كلمته، وقت اللي وعد يوفي ومن وعد وفاء، وعد الحر ولا يوفي الوعد إلا رجل صادق. أعطيني رجل وفي فيه العيوب وكل نعديها، رجل يكلمني أنا وحدي بلغة لي أنا وحدي، مش لغة يكلمني بها ويقولها لعشر اخرين، هذا كلام. ينجم تصير الخيانه مش مشكل، ما راهيش عادي يعمل مجهود باش انا ما راهش مش مشكل، اما تكلمني بنفس اللغه وتكلم معايا عشر اخرين سامحني انا لا، نحب راجل وفي. واكثر كاركتير في الراجل ما تحبهيش ما تقبلهيش؟ في الاخر بكل مروه باش نسالك باش نجاوبك بكل مصداقيه، انا اريد رجل لا ذكر. مش مهم الوضع، مش مهم المستوى، مش مهم الثقافة، مش مهم المهم ذكر رجل لا ذكر. اي اما ما جاوبتنيش ليلي ما تراوغش بيا. قلت لي لا اكثر حاجه ما نحبهاش في الراجل كما قلنا هو الوفاء مروه، ما نحبش الراجل اللي ما عندوش كلمه مهما كان حجمه ولا قزم عندي انا. الراجل
هو توا نساء اغلبيه النساء العاملات واللي يخدموا المسؤولين واللي عندهم برشا حاجات في حياتهم تلقى عنده كلمه ديكورديه بطريقه خطر الكلمه هي الباز. نحب الراجل اللي عنده كلمه كلمه والواضح معناها الرجل بكلمته يقول لك اي اي لا لا نحبك نحبك ما نعرفش الكلمه كلمه كلمه السؤال الصدق الصدق فهمت. مش الصدق في كل شيء فما حاجات نجم نسامحوا فيهم يكون فيهم صادق مش مشكل خاطر في الاول وفي الاخر هو راجل مصداقيه في جزء صغير كيما انت غاز وباقي يعمل اللي تحب معناها اعطيني لي انا 20% خذ انت 80% معناها كونديسيون 20% تعطيهم لي 100% 20 العبلي 19 لي 19 ونص لي 20 تاعي واضح ليدي. السؤال العاشر اصعب موقف عشته كما قلت لك مروه الموقف اللي موقف هكا نحطوه في الحاجه الحلوه يزينا من السلبيات ما نحملش قلبي في النهار الاخر. الموقف اللي عشته نعاود مره اخرى بيونتون عمرت 9 سنين نهار 14 اكتوبر نعمل 9 سنين نحيي فيها عارفي حمد السويح الفضل الربي والفضل اللي هو اللي انا هوني توا واللي انتم دايرين بيا على خاطر وقت اللي عطاني لونتين وحدي بالنسبه للراديو كل ريسك ما يتسمحش. الحاجة اللي حبيتها فيه واحترمتها فيه ونحترمه بالحق ونحييه أقوى تحية كعرف كأخو كأبو كصاحب ككل شيء اللي راني توا العباد شافتني وقتها كما أنا عارفي ليه شافني توا وقت اللي خذلي عرف شنو باش يخرج مني دونك وقت اللي أصعب أصعب وقت الساعة الأولى خذيتها أونتين متعدت أحلى ساعة وأقوى ساعة اللي هي معناها حسيت المسؤولية والاحترام وما يلزمنيش نخيب الظن عرفي فيا مهما تتكلم في الحكاية وكنت في المستوى والحمد لله. برافو برافو السؤال نمرو 12 شنو هو الملجأ متاعك في الحياة؟ ربي بونجو ربي انتي تعرف احسن اجابه ربي نعرف يلي نقعد وحدي نقعد انا وياه نحكي له كل شيء نقول له كل شيء نعارك نتوتر نبكي نعمل كل شيء كل شيء توت سول افيك لو بون ديو ونحسو يسمعني ونحسو يستجيب لي ونحسو يقول لي لطف عليك يا ليليا راني موجود. وقتاش تحس بالضعف مدام ليليا؟ وقت اللي نحب يا لله فحد شيء ضعفني لا مسؤولي ضعفني للظروف ضعفني لمواقف ضعفني لمزيريا ضعفني لظروف خيبة ضعفني لا وحدة لا غربة لا حد شيء ضعفني كان مي سنتيمون. ما معنى النجاح؟ الانضباط. ما معنى التحدي؟ وحبك للشيء. صحيح. مصدر القوة. تحدي مصدر القوة. ما معنى القوة؟ شخصيتك انت روحك. ما معنى الجمال؟ الحياة. ما معنى الحب؟ اكسجين الحياة. ما معنى الغدر؟ اقصى حدود اقصى حدود نحبه مش الحاجات الخايبة اقصى حدود الالم يمكن. ليه ليه الغدر خاطر من نجم يغدرك كان الانسان الضعيف والمكسر من الداخل. مريض ديما ممكن يجيك غدره من حد مكسر تنجم تحسهاش برشا خاطر هو بيدو قاعد يداوي في نفسه اتخافق غدره ليك فما الناس تقدر باش تحس بكيانها دونك مرض صحيح مرض هو صحيح. ما معنى الخيانه؟ الخيانه ضعف ضعف. ما معنى الثقه؟ الاكتفاء الذاتي. نعم ما عند ربي أكبر نعمة ربي يعطيها لك وقت اللي تكتفي بذاتك وتكون عندك رضا مع نفسك رو عندك كابيتال ما يفيش. وقتيش مروة تغزر لي قش عليك أول مرة تراني بخفشنال على الأخر طلعت بالحق والله العظيم خزرتك. وقتيش أول مرة فقت اللي عندك أن دون دو ديو؟ ما نعرفش عمرك طولت جسينة كم سا أي أما أنت وقتيش فقت إنه الموقف اللي عشته فقت بي فقت وقتها اللي انت بوتيت الفاكتور ديكلونشور ولا شكون قال لك ولا شكون فيق بيك اول مره باغ اكزومبل هكا اكثر واحد بيان سور امي خاطر هي اقرب وحده ليا كانت ديما تخبيني على عباد باش ما نتكلمش باش ما نرش حاجات ونقول خاطرني صغيره ومن بعد ماتت امي الله يرحمها خلتني صغيره برشا احتويني بابا وكان هو المساند الرسمي ليا الله يرحمه واللي انا فيه توا وتربيتي وصعبي واخلاقي وشومي واللي تحب علي انت كله بابا. واخيرا بعد 9 سنين في راديو يا فام شنو تحب تقول؟ نقاش الكلام
نحب نقول او ما غير ما نقول شيء تقل وحده فريمون صح هاو صح هاو صح هاي صح الإجابة صح 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 ليليا صح غرنا برشا حب برشا حب غرنا لليلي راهو برشا حب صحة وفرحة غرنا لليلي راه اسمع مش موجود في اليافام الكل 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 معناها اللي يخدم في اليافام الكل يعرفوني صعيبة ويعرفوا المعاملة معايا مش سهلة والمشكل اللي يحبوني يحبوني بطريقة بالحق بطريقة غير عادية وأنا زادة نحبهم نحسهم عائلتي بالحق يا في داري نعرف. يا فرج وانت تعرف مرو معناها توا كيما بهدلتني ريت ما نحبش الحاجات هكا إيمان قلت لك نضعف في الحب ريت لي بخافها ولا بخاف. نضعف في الحب إيمان الله الله معناها بالحق جزء كبير مني هي وئام اللي خدمنا بالليل وعزة معنا نحسه متاعي بالحق متاعي متاعي رجو بدأ بموليه الساعة قبل ديما نعود ونرجع حمد ربي فضله ربي طول في عمره وإن شاء الله ديما الأحسن وبإذن الله الأحسن بإذن الله الحاجة الحلوة اللي رجو قاعد يكبر كمان بيبي بالحق عمره 9 سنين دونك عمل الخطوات حلوين وإن شاء الله فاكولتي وإن شاء الله سربون إن شاء الله يتخرج إن شاء الله عندي ثقة كبيرة برشا في اليافام وثقة كبيرة برشا في عرفي والكنا حتى كي نختلفوا فما في الأخر بكل حاجة تلمنا اللي هي المصداقية والمحبة اللي بيناتنا ناكلوا مع بعضنا نشربوا مع بعضنا اي واحدة فينا تشتهي حاجة الاخرى تجيبها نعرف امهات البنات اللي نخدم معاهم كل من غير مريتهم اللي بعثت لي ماكلة اللي بعثت لي مرقوط خضرة اللي بعثت لي مقرونة اللي بعثت لي طاجين يحبوني في عيد ميلادي في مناسبات في برشا حاجات معناها فما اليان سوليد كبير برشا ودي شوز فريمون بريسيو كي نا با دو بري سي ما شاء الله سي توتا في موا ليليا ليليا يا فهم تنجمش تكون حاجه اخرى ليليا يا فهم هذا هكا لقبت ليلي ان شاء الله نكون دللت المستمعين نتاعنا اللي يحبوا مدام ليلي ان شاء الله انا نوعدكم اذا كان فما موسم اخر بقدره ربي باش نبارش هكا اسئله هبلكم اسئله برافو عليك كيفاش انت تعمل فيا عمله كيما ذي يا معده يا مزيانه وعلاش خليت هكا لازم ليلي لازم انا نحب المستمعين نتاعك وكيما قلت لك عندك قاعده جماهيريه كبيره حبيت نعمل لهم نبذة من المحبة مني ليك وهما باش يسمعونا وكانوا موجودين معنا ديجا وانا بيدي زاد راكي حاورتك دخلت بعضي على الاخر من داخل لما هكا سما زعما هاني قوية ولا بيس على مروه ما نعرفش ما نعرفش صعيبة انت ليلي نخاف وكهو لا تصير هكا هفوة فازة قدام الناس ما نكونش ولا ما تجاوبش على سؤال من الأسئلة لا ما نجاوبش نقول لك راه ما نجاوبش نعديوها معناها سون كومونتير من ريت ندور ندور ونرجعوا اللي المصداقية والتلقائية هما أعز حاجة سي بور سا نحب الوفاء ونحب سارتان بورسنتاج ما صدقش انا مثلا ما طلبش صدقه كله خاطر مستحيل يكون موجود مش شويه ما صدق اللي ياخذوا للروحي شكرا مروه يعطيك الصحه على السوبريز المزيانه انا بيدي فخوره بك على الاخر بالحق وبكل امانه ما كنتش تعرف انت اختياري باش انت اختياري انا معناها انا نعرف اش نختار اخترتك وعاطيه فيك هكا سارتان بورسنتاج ثقه كبيره مي بالباركور اللي عديناه مع بعضنا وبالاكسبيريونس الحلوه عندي فيك ثقه 100% فما كلمه هي اللي قويتني وخليتني نوصل للمرحله هذه اللي انت قلت لي عفوا قلت لي انت تمثلني مثلا دونك الكلمه هذيك عطت فيا قوه كبيره باش انا دومين ما نعرفوش الحقيقه اما نجم نقول لي انا تالقت فيه الحمد لله دونك انت تعرف تعرف اللي في نال ماما مثلا حد بيني وبين روحي جاب ربي مش بدني شكل الكوتي هذاك اخي دونك قلت لك انت تمثلني خذيتها كيف ما هي يعطيك الصحه يا مروه ان شاء الله الاحسن يا عزيزتي ان شاء الله الاحسن شنو رايك في مدام ليليا كلمة تهبل في كلمة في كلمة تهبل كلمة في الحوار بصدق اي اون فري فا تونيزيان مرة مش سهلة وانت يا عطار محليك وانت تهبل صح عليا فاصل ثم نتواصل على احلى راديو راديو اي اف ام اهلا وسهلا مرحبا بكم مازالوا معناها
معانا صابرة من سيدي عمر. مرحبا يا صابرة. مدام ليلي ربي يخليك، نحوالك مدام ليلي يعيشك. الحمد لله الحمد لله ربي يفضلك يعيش. والله مش خليوا علينا بلاصه كبيره يا مدام ليلي يعيشك يفضلك. ان شاء الله متالقه ان شاء الله من حسن الى احسن. يعيش اختي الغاليه عيشك يعيشك مدام ليلي. يسرك دنيا واخره. قداش من مره نستنى في ليبيا نتاعك نتاع الحظ الليل الجمعه اللي فاتت ما تحصلش عليك ان شاء الله. توا مروه اسمعني يا صابره، مروه تنحي تعطيني نمروك والليله نطلبك. انا الليله نخدم 8 ل 11 كان مش نوصل لي باهي. مرحبا مدام ليلي. 23/9 ما عرفتش حظي شنو قد ايه. 23 في شهر 23/9 في شهر 9 76 ما عرفتش باش برج في الليل تنحكيو على برج باهي يا صابره. باهي وعجبني باش تكلمني يسرى باهي باهي. مرحبا بك تفضلك نوراتك يعيشك. من حسن الى احسن يعيشك ربي يخليك ربي يفضلك. شكرا ليك، تحيه ليك ولسيدي عامر الكل. الغنيه الاخيره باش نخدموا بها البرنامج نتاعنا رحمه، شنو باش تغني لي عسل رحمه يا رحمه شو تاع فرحه بشرى مع بعضنا رحمة يا رحمة. يا دحنوس على خالي يا دحنوس.
يعطيكم الصحة بالحق، يعطيكم الصحة جو، إن شاء الله يكونوا المستمعين متاعنا استمتعوا معنا، إن شاء الله يا ربي مروة ملائكي أدخل خذ بقاتك. وصلنا لكلمة الختام، نبدأ أمونا كلمة الختام يا صلى. والله نشكرك بزربة شوية خطر معش على وقت ان شاء الله في فرصه اخرى، ان شاء الله يا رب ان شاء الله ديما ملمومين هكايا في خير، وان شاء الله ربي يهز علينا المرض الخايب هذا الكل على الناس الكل. امين يا رب. وان شاء الله كل مريض ربي يشفيه. و يعطيك الصحه هلا محمد. ميرسي بوكو ليلي، وليميسيون ياسر حلوه، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير وفي الفرح هكايا، وان شاء الله ربي يتمم علينا فرحنا الناس الكل. أمين. وان شاء الله اللي جاي احسن من اللي تعدى. ان شاء الله يا ربي بشره يا صاحبي. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، فرحانه برشا اللي معاكم، وان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء. يعيشك، مرحبا بك رحمه. ان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء ونرجع لحياتنا العاديه اللي كنا مش حامدين ربي عليها. اي اللي كنا وي اللي كنا ان شاء الله يا ربي ربي يبقى علينا صدق ان شاء الله. يعيشك، نورتني وشرفتني ويعطيك الصحه وتبارك الله عليك في كل شيء، خاصه في تعلق قلبي بي حاجه اخرى. هلوله عزيزتي. ميرسي بوكو ليلي، ان شاء الله ديما متالقه، ان شاء الله من احسن الى احسن، وان شاء الله ديما نتلموا في الخير يا ربي. امين يا رب. مروتي ليلي، انا ان شاء الله نقول ان شاء الله برنامج اللي تنسي نال اعجاب مستمعينا الكل اللي يسمعوا فينا ان شاء الله يا ربي. نحب نشكر امي اولا، مدام ليليا، راديو اي اف ام الكل، وشكرا على الفرصه اللي عطيتوها لي، ونشكر لي زانفيتي اللي كانوا موجودين معنا الكل. ما عرفتش قداش عطاونا على 10. نو برشا ليلي، ديجا قريت قبيلك شويه، الاكثريه 10 على 10، فما شكون 7 على 10، فما شكون زيد 0 على 10، حتى واحد على 10 لي. نحب نقول زيده على الريزلت نتاع تشانشينا، على طفل شهلول يسكن في عالي الجويره، يبكي مع كل مهموم ويضحك مع كل فرح، اللي هو القلب. صحيت قلب النابض. صحيت مروة القلب. صحيت، يعطيك الصحة. أنا زيدا نشكرك بالحق، نشكرك عايش. على الأخر ونسجعك يا مروة، برافو عليك، يعطيك الصحة، كنت في المستوى المطلوب وأكثر من المستوى المطلوب، واصلك هكا. شكرا. واصل، تعلم مني الصعب وتعلم مني الحاجات هذيك، الانضباط والتحول، قلت لي تتحول دونك التحول إن شاء الله اللي جاي أحلى وأحلى. إن شاء الله. شكرا 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 مني أنا شخصيا من راديو إي إف إم الكل. برافو عليك وتبارك الله عليك، ونعاود نقول لك مره اخرى نجحت بامتياز بامتياز، خاطر سي با طون دومين ومشيت فيه بطريقه حلوه، وكان الاقوى حاجه فيك هو الانضباط. الانضباط هو الباز نتاع النجاح. ان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله نفرح بيك، ان شاء الله راك عروسه، ان شاء الله راك انا نحب ونحتفل ونعمل في الراجل ما يعملوا حتى حد في حتى من عليه. يعطيكم الصحة الكل، يعطي الصحة للي شاركوا معنا الكل من أول ما بديت للي تنسى اللي هم 21 حلقة. شكرا للي حضروا، شكرا للي سمعوا، شكرا. إن شاء الله نكونوا أحنا في مستوى ثقتكم، في مستوى إعجابكم، إن شاء الله نكونوا بالحق قصرنا معكم الوقت في ظروف كما ذي صعبة. إن شاء الله اللي جاي أحلى، وبإذن الله كما صار برنامج للي تنسى 21 حلقة معنا 21 جمعة، خذيت وقت مشيت على روح، حتى الصعوبات، حتى الحاجة الصعبة، حتى الوضع اللي احنا فيه اكيد ياخذ وقته ويمشي على روحه، والحاجة الحلوة اللي كيمشي على روحه ويجي قد وقد قد ولا اكثر منه شوية احسن باذن الله. دونك ديما نتفائلوا خير، نستناو كان الخير بقدرة ربي، والخير هو التفائل هو اللي يخلينا نتقويو ونواصلوا، على خاطر الخوف والتشائم والضعف يطيح حتى المناعة، المناعة من البدن، ولكن تطيح تضعف المناعه، يتقوى لونغواس على العبد، وتولي الواحد لفي بسيكوسوماتيك. فوالا دونك تحيه كبيره للمستمعين نتاعنا الكل 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 وين ما كانوا على هذا الكوكب. تحيه لتوانسه، كل ما هو تونسي، كل ما هي امراه تونسيه، قولها واصل، برافو عليك، خليك كما انت، خليك انت كما انت يا تونسيه يا مزيانه. تحيه في الاخراج عنا وئام جويني، ميرسي بوكو وئام، ربي يخليك يا عسل. عنا في التصوير الرقمي إيهاب سليم عبد الحميد، يعطيك الصحة يا عبد الحميد. عنا في التصوير فوتوغرافية كانوا صاروا مسكين شيح كلوريق ومن قبيلة طه بن ناصر، يعطيكم الصحة. وعنا محمد منصوري ومحمد علي شو، عنا كجة وقف معنا وقفة باهية اليوم على خاطري أنا، معنا اليوم نهار حد جي وقف معنا، ودالي زادا، يعطيكم الصحة أولاد الراديو أولاد إيه فهم. كما قلت قبيلة ديما في المومون ديفيسيل نبداو مع بعضنا، معنا ما يعرفوش كونجي ولا راحة ولا مش راحة، محتاجين ديما موجودين.
اهم حاجه وذي اللحمه الاساسيه اللي كبر بها راديو اي اف ام واللي قاعد يقدم بها وان شاء الله ديما الاحسن. انا بقى نقول لكم ان شاء الله عدينا موسم مزيان، تستنوني ان شاء الله الليله في استرو ليلي من 8 ل 11 نورمالمون، الى 11 جوتون عملوها من 8 ونص الليل بوكو با، دونك ان شاء الله تكونوا عديتوا وقت باهي ان شاء الله تعدى معاكم في ساعه الوقت. شكرا شكرا شكرا، تحياتي ما قلت لكم كيف نحب نتبهذل معاش نعرف نعبر دونك فهمتوني شنو نحب نقول. شكرا لكم، الى اللقاء ان شاء الله سوسوار.